وضعت صاحبة صورة السيلفي الشهيرة مع الهضبة عمرو دياب التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حدا للشائعات بعد إثارة الجدل، خاصة بعد نشر الشاعر خالد تاج الدين الصورة عبر حسابه قائلا حلوة البدايات. بعد نشر الصورة دخل الجمهور على حسابها يتساءل هل يعيش قصة حب جديدة أم أنها مجرد موديل معجبة التقطت صورة مع الهضبة؟ فردت بقى الفتاة اللي اتضح انها عارضة ازياء ونجمة من نجمات انستجرام ودي صور ليها وتدعى كارولينا زوبكوفا، حيث سألها احد متابعيها عبر انستجرام قائلا نحن نظن ان هناك علاقة عاطفية تجمعك بعمرو دياب، فردت عليه قائلة He is hot but you know that I am a good girl and married، يعني أنا أعلم أنه جذاب ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة. طلعت متجوزة ودي صور ليها جميلة طبعا، هي فائقة الجمال. وهنشوف بقى دلوقتي أسرار عن عمرو دياب وزوجاته. تذكر أن الفنانة دينا الشربيني لم تتواجد مع عمرو دياب في حفل الزفاف مما جعل الكثيرون يتساءلون عن سبب غيابها، خاصة أنها اعتادت على التواجد معه باستمرار حتى تبين أن السبب هو خلافهما معا. ونشوف بقى أسرار عن عمرو دياب وزيجاته. تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها طفلة اسمها نور. هنا عمرو دياب وشيرين رضا زوجته الأولى وبنتهم نور، وهنا مع مراته الأولانية شيرين رضا. طبعا هما مشهورين بالأزياء الغريبة، هنا في فرحهم الناس كلها بتقلد أزياء عمرو دياب وإطلالاته. هما الاتنين حلوين، كتير من الناس زعلوا لما انفصلوا. شيرين رضا متألقة دايما، صور جميلة ونادرة، وأنا مع بنتها نور، وهي نور برضو. شيرين رضا كبرت شوية مع بنتها نور برضو ما كبرت، ثم انفصل وتزوج بأخرى سعودية هي زينة محمد عاشور، وأنجب منها توأم هما عبد الله وكنزي، وآخر بناته جنى التي رزق بها في النصف الثاني من عام 2002، عندها حوالي 17 سنة دلوقتي. هنا مع السعودية زينة عاشور زوجته تانية. أنجب منها توأم، وهنا بقت نور محتارة بين ماما شيرين وماما زينة. الجرايد مجلات الكواكب كانت نشرت الصورة ديت. هنا مع زينة وهنشوف عياله منها، دي صورة لي معاها مع أبنائه. وادي عبد الله كنزي، حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعدما أحيا الهضبة عمرو دياب حفل زفاف الفنان أمير شاهين على عروسته منة جبلة مع 2 أكتوبر 2020 بأحد الفنادق في القاهرة، لا سيما أن أمير شاهين هو شقيق إيناس خطيبة الهضبة السابقة وحبه الأول. وتزايد الجدل حال السوشيال ميديا، لا سيما أن إيناس شاهين لم تظهر مع عمرو دياب خلال حفل الزفاف في أي صورة أو مقطع فيديو، مما أثار التساؤلات حول قصدها التهرب من الهضبة أو أنها لم تحافظ على الصداقة معه
بعد عدم اكتمال قصة حبهما التي تعود لـ30 سنة ماضية. وفي حقيقة الأمر لا يوجد أي خلاف أو شيء يشوب العلاقة بين إناس شاهين وعمرو دياب، فبتتبع حسابها على تطبيق انستغرام اتضح أنها تتابع الهضبة، وبالتالي فهي لم تتعمد تجاهله في الحفل. وحضر عمرو دياب إلى فندق الحفل مع زوجته الفنانة دينا الشربيني في الوقت الذي كانت تتواجد فيه إناس شاهين خطيبة الهضبة وحبيبته الأولى التي انشغلت بالترحيب بالضيوف لأنها شقيقة العريس. هنا دي إناس شاهين، دي صورة قديمة ليها من 30 سنة مع عمرو دياب، وهنا أدي إناس شاهين حاليا امبارح في أحد الظهور ليها في حفل زفاف شقيقها أمير شاهين. إيه رأيكم؟ اتغيرت ولا زي ما هي؟ وأدي هنا مع بوسي شلبي. وخلال فقرة عمرو دياب في حفل الزفاف لم تقترب إناس شاهين من خطيبها الأول مثل باقي الحضور، والتزمت مقعدها في الوقت الذي كانت فيه دينا الشربيني مبتهجة بزوجها وحبيبها كعادتها في معظم المناسبات التي تجمعهما. هنا عمرو دياب ودينا الشربيني مع أولاد هالة صدقي ابنها وبنتها، وادي هنا عمرو دياب ودينا الشربيني وبوسي الشلبي ويسرى وإلهام شاهين. وحرصت الفنانة إلهام شاهين اللي هي شقيقة إيناس وأمير على الترحيب بالهضبة في الحفل والتقاط الصور معه ومع زوجته الحالية دينا الشربيني زي ما شفنا في الصور اللي فاتت، لتؤكد عدم تأثر صداقتهما بالزيجة التي لم تكتمل بين عمرو وإيناس والتي تعود لـ30 سنة ماضية. وتعد هذه إحدى المرات النادرة التي تظهر فيها إيناس شاهين والتي كانت الخطيبة الأولى للهضبة عمرو دياب وأول قصة حب يعرفها ولم تكلل بالزواج. دي الصورة القديمة، وهنا مع دينا الشربيني. وكانت إلهام شاهين قد أعلنت مسبقا أنها تدخلت ورفضت عرض زواج الهضبة عمرو دياب الذي تقدم لخطبة شقيقتها إيناس ولم تدم خطبتهما طويلا. عمرو دياب مولود 11 أكتوبر 1961، حاليا المصري يعد واحد من أشهر المطربين في الوطن العربي كله، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة وترجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية واليونانية والفرنسية. تميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه. حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الفني منها World Music Award 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط. ومن الجدير ذكره أن العمر الفني للفنان عمرو دياب يزيد على 35 سنة منذ انطلاق أول ألبوم له يا طريق عام 83 حتى ألبوم كل حياتي عام 2018. عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بالتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط. هو يستاهل طبعا، هنا هو طفل زي القمر، هو وسيم جدا. هنا لما كبر شوية هتلاقوا في الفيديو ده اهوت اللي انتوا بتشوفوه صور نادرة جدا، دي مدرسة ليسي الحرية بورسعيد عام 68 69، كان في تالتة ابتدائي عمرو عبد الباسط دياب. هنا كبر شوية في مرحلة المراهقة، هنا مع ليلى علوي الفنانة القديرة المحبوبة، هنا مع أصدقائه، هو تالت واحد على الشمال.
ولد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب في محافظة ومدينة بورسعيد، وعائلته من منيا القمح من قرية سنهوت في محافظة الشرقية، ووالدته من مدينة بورسعيد المصرية. عمل والده عبد الباسط دياب لدى شركة قناة السويس كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن. دي صور نادرة بقى طبعا، برضو عمرو دياب مع أخوه عماد دياب هما في البحر. إيه رأيكم؟ يشبالوا، وهنا في جنازة والده الله يرحمه عمرو دياب وأخوه عماد دياب. طبعا كتير من نجوم الفن جم يعزوه، أدي حمائي وعمرو دياب وأخوه. أخوه طبعا ما بيظهرش كتير، أنا محمد فؤاد النجم المشهور يعزي صديقه. كان ذا صوت جميل مما جعله يشجع ابنه على الغناء، اصطحب معه عمرو عندما بلغ السادسة من عمره إلى مهرجان في بورسعيد 23 يوليو 67، وزار هناك محطة الإذاعة المحلية، فكان أول ظهور إذاعي له، حيث غنى النشيد الوطني المصري بلادي بلادي. أعجب بصوته محافظ بورسعيد مما جعله يهديه قيصار، ولكن بعد نشوب حرب 67 قامت السلطات المصرية بجلاء سكان محافظات القناة، واضطرت عائلة عمرو دياب للعودة لمسقط رأسه، قرية سنهوت مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، واستقرت هناك وحصل على درجة البكالوريوس في تخصص الموسيقى العربية من أكاديمية الفنون عام 83. بدأ حياته الغنائية في نفس العام.